اشتعلت النيران وعم الخوف والفوضى المكان داخل جدران سجن فيدرالي أمريكي يأوي بعضا من أكثر سجناء البلاد شهرة، وهم 1400 كوبي من بين من فروا من نظام كاسترو، من بينهم العديد من المجرمين و200 مريض نفسي. ثم في العام 1987 قاموا بثورة دموية وأصبح على مكتب التحقيقات الفيدرالي وقوات العمليات الخاصة التسلل إلى السجن المحترق لوقف العنف قبل أن يخرج عن السيطرة. ما الذي جعل السجناء يقومون بثورة؟ هل تمكنت القوات المتدخلة في إيقاف العنف؟ وكيف تم التعامل مع المتمردين بعد الثورة التي قاموا بها؟ ولكن قبل أن نخوض في الأحداث، إن كنت أول مرة تشاهد محتوانا أو كنت متابعاً غير مشترك بعد، فننصحك بالاشتراك وتفعيل الجرس وترك الباقي علينا. لنبدأ. في العام 1980 سمح الزعيم الكوبي فيدل كاسترو بنزوح جماعي للمواطنين الكوبيين نحو الولايات المتحدة الأمريكية عندما فتح ميناء ماريل أمام الأشخاص الذين أرادوا مغادرة البلاد. وفي ظرف 5 أشهر توافد أكثر من 120 ألف كوبي على الولايات المتحدة وبالضبط إلى فلوريدا. 2700 شخص من بين هؤلاء الفارين اعتبره القانون الأمريكي مجرمين أو مرضى نفسيين، فأصدر المدعي العام أمراً لمكتب السجون بإيجاد مكان لهم في ظل الاكتظاظ الذي تشهده السجون الأمريكية. فتم إرسال اللاجئين الكوبيين إلى مركز الاحتجاز الفيدرالي في أوكدل بولاية لويزيانا، فيما تم نقل ما يقارب من 1400 شخص إلى سجن الفيدرالي في أتلانتا. وعلى مدى 7 سنوات تفاوضت الحكومتين الأمريكية والكوبية حول مسألة إعالة اللاجئين المصابين بأمراض عقلية إلى كوبا. وفي 20 نوفمبر 1987 تم بالفعل توقيع معاهدة بين الحكومتين لإعادة 2700 محتجز كوبي إلى وطنهم في غضون 24 ساعة. بعد 3 أيام من توقيع المعاهدة، وفي صباح يوم الاثنين 23 نوفمبر، وصل موظف في السجن يدعى تيد مينر، وعلى الفور اكتشف أن شيئا خاطئا يحدث، وهو الذي كان معتادا على رؤية وسماع ما يقارب من 1400 سجين كوبي وهم يقومون بصخب روتيني طوال اليوم من صنع القفازات والمكانس وأكياس القماش وغيرها من السلع للحكومة الأمريكية. لكن تاريخ 23 نوفمبر كان مختلفاً، وكان السجناء الكوبيون هادئون بشكل مخيف. ثم تحققت شكوك تيد عندما سمع حوالي الساعة 11 صباحاً صراخاً وأشخاصاً يصدرون أصواتاً عالية في مطعم السجن، ثم تطورت أعمال الشغب لتصل إلى باقي طوابق السجن. فتفاجأ تيد وزملاؤه داخل مكاتبهم بالسجناء يحملون عصياً وسكاكين وأسلحة محلية الصنع ويهاجمون المكاتب ويحتجزون موظفي السجن كرهائن. جاءت أعمال الشغب تلك رداً على إعلان وزارة الخارجية الأمريكية عن موافقة الحكومة الكوبية على إعادة ما يصل إلى 2700 مواطن كوبي مسجونين في منشأة أتلانتا وبالعودة إلى السجن الفيدرالي. فقد أخبر أحد الموظفين مأمور السجن المدعو بيتروفيسكي بما يحدث داخل المنشأة، والذي بدوره أبلغ مكتب التحقيقات الفيدرالي والمدير الإقليمي للسجن. وفي تلك الأثناء كان الحريق قد امتد في كل أنحاء المصانع داخل المنشأة، وأجبر المتمردون الحراس والموظفين على الدخول إلى زنزانة داخل السجن، ثم أقفلوا عليهم الأبواب. بعد توجه السجناء إلى الخارج، كما انتشرت أعمال الشغب في كل جزء من السجن مع استمرارهم في احتجاز الموظفين كرهائن، فيما توجه البعض منهم لإطلاق سراح باقي السجناء هناك. وبمجرد انتشار أخبار الاستيلاء العدائي على السجن أصبحت الأمور فوضوية من الخارج، وأغلقت شرطة أتلانتا الشارع المجاور والمواجه للبوابة الرئيسية للسجن الكامل. كما قام المراقبون وأطقم الأخبار وأفراد أسر السجناء والقادة السياسيون بالتكدس على الأرصفة بالقرب من السجن، بينما حلق رجال الإطفاء في طائرات الهليكوبتر فوق المنشأة لإلقاء كميات هائلة من المياه لإخماد الحريق الذي كان يلتهم أجزاء من مجمع السجن.
وفي الوقت الذي كان فيه حوالي 100 حارس وموظفين محتجزين بالداخل، كانت النيران تنتشر داخل مجمع السجن بسرعة كبيرة. وعلى الرغم من أن الحراس حاولوا التحدث إلى المتمردين وحثهم على إخراجهم من الزنزانة التي احتجزوا فيها، إلا أنهم رفضوا فعل ذلك، إلى أن أدركوا أخيراً أن النيران تنتشر بسرعة داخل المنشأة التي كانت تعتبر أكبر سجن في الولايات المتحدة الأمريكية، ليقرروا أخيراً نقلهم إلى جزء آخر من مجمع السجن. وأثناء نقلهم حاول حراس الأبراج التصويب على السجناء لإنهاء أعمال الشغب وقتل سجين كوبي، كما أصيب 5 آخرون فيما جرى احتجاز باقي موظفي السجن كرهائن إلى غرفة أخرى مجاورة للمبنى. ثم بعد حوالي ساعة من اندلاع أعمال شغب، وصل عملاء مكتب التحقيقات الفيدرالي إلى مجمع سجن أتلانتا، وكان على رأسهم العميل الخاص ويلدور كينيدي، الذي كان أول شيء أراد القيام به هو الرهائن المحتجزين وعدد المصابين، وأيضا الخطر الذي كان يهدد حياة الرهائن. فبدأ العملاء يخططون لاستيلاء السيطرة على السجن، خصوصا أنه تم إطلاق باقي السجناء ومنهم مدانون بالسجن المؤبد. في تلك الأثناء توجه فريق التدخل السريع سوات إلى المبنى، حيث يحتجز موظفو السجن كرهائن، لكنهم لم يستطيعوا التقدم خوفا على حياة المحتجزين. وبحلول الظلام واستمرار انتشار النيران في مبنى السجن، كان عملاء FBI بحاجة إلى المساعدة من قبل وحدة العمليات الخاصة بالجيش. وبعد فشل عمليات التدخل لفك الأسرى، واستمر المواطنون الكوبيون في احتجاز أكثر من 100 من موظفي السجن واحتجازهم كرهائن، لجأ عملاء مكتب التحقيقات الفيدرالي وفرقة العمليات الخاصة اللجوء إلى الحوار لمعرفة مطالب المتمردين. ولأكثر من أسبوع حاولوا التفاوض على خطة لوقف عودتهم إلى كوبا. ثم بعد مفاوضات وخلال المواجهة التي استمرت 11 يوما، وافق المتمردون الكوبيون في 3 ديسمبر على إنهاء الانتفاضة. وقام المسؤولون الفيدراليون بمرافقة المشاغبين خارج السجن واحدا تلو الآخر، قبل وضعهم الأصفاد في أيديهم ونقلهم إلى مرافق أخرى. وفي وقت لاحق، وكما وعدت، أجلت الحكومة الفيدرالية عمليات الترحيل، ومنحت الكوبيين الذين كانوا رهن الاحتجاز الفيدرالي جلسات استماع جديدة بشأن وضع الهجرة. ووفقا لدستور أتلانتا جورنال، فقد أعيد حوالي 1000 محتجز إلى كوبا، كما أطلق سراح الباقين خلال السنوات التالية. وعلى الرغم من أن معظم الناس اليوم ليسوا على دراية بالحدث، إلا أن أعمال الشغب تلك كانت القصة الرئيسية في مراجعة دستور أتلانتا لعام 1987، ويحمل الشغب الرقم القياسي لأطول مواجهة سجن في تاريخ الولايات المتحدة الأمريكية. وقد دفعت المكتب الفيدرالي للسجون إلى إجراء تغييرات إجرائية شاملة وتعديل خطط الاستجابة للطوارئ، كما أنه خلال الحدث أشعل السجناء النار في مستودع في المبنى، وتسببوا في أضرار بأكثر من 35 مليون دولار لمجمع السجن، فيما توفي أحد السجناء أثناء تبادل لإطلاق النار مع أحد حراس السجن. وعلى الرغم من أن موظفي السجن أفادوا بأنهم عوملوا بشكل جيد أثناء أسرهم، فقد أصبحوا يعانون من أعراض اضطراب ما بعد الصدمة. فمن برأيكم مشاهدينا المسؤول الرئيسي عن تلك الثورة؟ ولما رفض اللاجئون الكوبيون العودة إلى وطنهم؟ شاركونا آراءكم واقتراحاتكم عبر التعليقات أسفل هذا الفيديو. في أمان الله. أصدقاء قناة وقائع، لا تنسوا الإعجاب والاشتراك لتشجيعنا على نشر المزيد من هذا المحتوى. هذه فيديوهات أخرى قد تعجبك. موعدنا غداً.